كل أبناء شعبنا اليوم ينتظر إقرار العفو العام، لكن بضوابط وبشروط حقيقة لازم تكون. أكيد إنه إحنا اليوم ما نطالب اليوم بشمول بهذه القوانين كل من اطلقت إيده بدماء العراقيين الشرفاء، وكل من اليوم حقيقة من كان سبب بقتل أبناء المؤسسة الأمنية وأبناء شعبنا بكل أضيافه. نتمنى إنه حقيقة إقرار هذا القانون بالشكل المنصف. حقيقة إذا كانت الكتل السياسية متوافقة على إقرار قانون العفو العام سيمضي وسيقرأ القراءة الأولى، ولكن إذا كانت هناك سجالات مثل ما شهدناها في الجلسات السابقة ما أعتقد اليوم يقرأ القراءة الأولى، ولن يعني أساسا ما يتخذ به أي إجراء هنا. ليش؟ لأنه أكدوا بعض النواب وشفناهم إحنا في القنوات أنه قانون الأحوال الشخصية مثلا يمضي نمضي مع قانون العفو العام، فإذا هنا صار شيء متبادل، هذا لك وهذا لي. وأنا أعتقد اليوم السلطة التشريعية إذا خرجت بهكذا تصريحات هاي معيبة بحق أعلى سلطة تشريعية. قانون العفو العام حقيقة هو كان متفق سياسيا على إقرار هذا القانون، وسبق أن قرأ هذا القانون سنة 2016، وهناك تعديل أولي على هذا القانون، وحاليا هناك جلسة لمجلس النواب على التعديل الثاني. وهذا القانون حقيقة هو متفق عليه سياسيا بإدارة ائتلاف الدولة قبل تشكيل هذه الحكومة بقيادة السيد السوداني. حياكم الله. لا عفو لقانون العفو، فهو يتجول بين جداول الأعمال ولا يحظى بنصيب القراءة بدل الرفع. فقرات ملغمة قد تنفجر في إحدى الجلسات فتصيب المجتمع بواقع مأساوي، مساومات في البرلمان هنا وهناك، قانون مقابل قانون، وبخلافه فأنتم تحلمون. حتى وإن كان جاني إرهابي لم تثبت إدانته أو لم يقبض عليه بالجرم المشهود الحق العام وإعادة المحاكمة وإعادة الاندماج في المجتمع، كلها خطوات يجب أن تكون مدروسة للغاية، وإلا سنفقد بوصلة اتزان الواقع كالماضي الذي دمر مستقبل الأيزيديين بإبادة امتدت لعقد من الزمان وتركت الحقوق على رفوف الانتظار. أما المنازل فقد أكل نصفها الدمار وخيم الظلام على نصفها الآخر، لا مصير للمغيبين ولا تعويض للنازحين، فسيكون إحياء اليوم الوطني لإبادتهم كافيا لإنصافهم؟ حياكم الله. الأول راح يكون عن التعديل الثاني لمشروع قانون العفو العام لعام 2016، وراح نتناقش بهذا الحديث ومع ضيوفنا نائب رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان الأستاذ حازم الرديني. حياك. حياك الله ومساء الخير على حضرتك وعلى الضيفة الكريمة وعلى جميع مشاهدي قناتكم الكرام. كما أرحب كل الترحيب بالمحامية الست نغم العبودي، حياك الله سنا. أستاذ حازم، بداية أبدأ معك، خلينا نبدأ من قانون العفو العام. تقييمك للتعديل الثاني لهذا القانون يختلف طبعا عن التعديل الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية احنا يجب ان نعرف العفو العام هو شنو اللي كان. العفو العام صدر في سنة 2016. نعم. هذا العفو كان اثناء اصلا فترة وجود داعش، وصدر لغرض انه جرائم عديدة كانت وكان اكتظاظ في السجون، وبالتالي كان من
يعني على السلطة التشريعية والتنفيذية إيجاد حلول، ومن ضمنها كان العفو العام. لحظة، يعني لأنه السجون مكتظة سووا هذا التعديل، طلعوا إرهابيين؟ لا لا، لو كان مدروس هو هنا هسان خلينا استرسل حتى يكون أكو صورة وبعدين نجاوب على السؤال حتى المشاهدين يكونون بالصورة. فعندما صدر القانون هو أصلا لم يشمل الكثير من الجرائم الإرهابية والقتول، وكل الجرائم التي فيها حق شخصي هي غير مشمولة إلا بعد أن يكون هناك تنازل عن الحق الشخصي وبالتالي يشمل بالعفو. صدر التعديل الأول بعد أقل من سنة اللي هو سنة 2017 على على قانون العفو العام. هذا الشمل، هذا ضروري يكون أنه هنا بين هلالين، أنه شمل أنه خلى يوم 10/6/2014 حد فاصل، فقال كل الجرائم، كل الجرائم الإرهابية التي حصلت بعد جريمة احتلال الموصل وباقي المحافظات في 10/6/2014 وصعودا هي غير مشمولة، وبالنتيجة كل الإرهابيين استثناها من العفو العام بكل الأحوال. وقال أنه الجرائم الإرهابية التي كانت قبل 10/4/2014 تشمل، ولكن أيضا بحدود ضيقة أنه لم تؤدي إلى قتل أو إحداث عاهة مستديمة. نشوف أنه صارت المطالب فيما بعد على أنه هذا التعديل الكثير امتعض حقيقة، على اعتبار أنه شمل الجميع بدون استثناء، كل الجرائم الإرهابية التي صدرت فيها أحكام بعد 10/6/2014 هي غير مشمولة. شوفين اليوم أكو تعديل ثاني، هذا التعديل الثاني هنالك جدل كبير في الشارع وأيضا في البرلمان وحتى في السلطات التشريعية اليوم، أنه نشوف أنه هذا القانون شو يريد؟ يريد أنه يخلي فقط تعريف للجرائم الإرهابية، وبالتالي أنه يكون أيضا هو تعديل على التعديل الأول. من الممكن أن يعطي فسحة أو مرونة أكبر بشمول بعض الجرائم. هو أكو تعريف للجرائم الإرهابية؟ يعني هو بالتأكيد أكو قانون اللي هو قانون رقم 13، قانون مكافحة الإرهاب العراقي لسنة 2005، هو حدد التعريف، وبالتالي إحنا اليوم ما محتاجين إنه نسوي تعديل ثاني بتعريف جديد، وإذا أردنا نسوي فالمفروض نعدل قانون رقم 13 هو أولى من أن نعدل تعديل ثاني على قانون العفو العام لسنة 2005. تعديل يطالبون بالتعديل؟ مع الأسف أكو أمور نقدر نقول أنه هي سياسية أو ممكن أن تكون وعود، وتعرفون أنه في العراق عادة أنه دائما تكون هنالك بعض الأمور هي بها جنب سياسي أكثر ما قانونية، لكن اليوم إحنا كباحثين كقانونيين نجد أنه تعديل، إذا أردنا تعديل وتعريف قانون الإرهاب وتعديله فالنتيجة نعدل قانون رقم 13 لسنة 2005 أفضل من نذهب إلى تعديل ثاني لقانون العفو العام. ست نغم، قانونيا يقال أنه التعديل الثاني يحتوي على فقرات ملغمة يعني جدا خطيرة على المجتمع، هذا الكلام صحيح لو لا؟ الفقرات تعتبر ملغمة لأنه التعديل اللي دا يصير من قبل ناس ما مختصة، المفروض التعديل يكون من قبل ناس مختصة، ينعرض على قضاة، على محامين، على أساتذة قانونيين من ضمن هذا التعديل. اللي موجودين بمجلس النواب أغلبهم مو قانونيين، اللي دا يطالبون بهذا التعديل ودا يشرعون مواضيع التعديل أو نقاط التعديل فهم مو على اطلاع تام أو كامل، وعبارة عن يعني مواضيع سياسية بينهم بين الأحزاب. أدري لجنة قانونية في البرلمان العراقي معقولة ما بيهم قانون يدرس هذا التعديل قبل ما يطرحوه؟ لعد على شنو، أي أساس، على أي استناد طرح التعديل؟ على استناد الوعود اللي وعدوها للشعب اللي كل انتخابات تصير. وعدوهم شلون كتب النص التعديل الثاني؟ دا أقول لك النصوص اللي دا تصير على التعديل هي عبارة عن اتفاقات، يعني كلها ملغمة؟ كلها ملغمة، ما بيها وما بيها فقرات عدلة حتى نشوف فقرات أكو فقرات ملغمة. عدلة وأكو فقرات لا ملغمة اللي هي من عندها تعديل قانون الإرهاب. زين، يعني أنا هنا أنا راح يمسبوا كثير من 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 العوائل اللي راحت عندها ضحايا وراحت عندها قتلة وراحت عندها بسبب الإرهاب. ست نغم حتى أفهم، إذا الموضوع حس هذا التعديل الثاني يحتوي على فقرات ملغمة تسمح بعودة الإرهابيين من جديد وإطلاق سراحهم، وهي هنا النقطة الاستراتيجية المهمة. لحد الآن ما تم الاتفاق على تعريف موضوع الإرهاب بالنسبة لخروج الانتماء. مو احنا دا نفوت بتعديل جديد بالقانون 13 نهائيا ماكو هيك شيء، بس بالتعديل الجديد دا يطالبون عندك الجهة، كل جهة سياسية لها عندنا جهة سياسية موافقة على هذه الفقرات وجهة سياسية مو موافقة. الموضوع عبارة عن اتفاقات سياسية مو هم هالشعب، يعني هذا
مشوا في حضرتك هسه كمحاميه وكقانونيه، مشوا فين انه اكو تعديل قانوني ده تشوفيه مجرد اتفاق سياسي، مشي مجرد اتفاق سياسي والدليل لم يتم الاتفاق عليه لهذه اللحظه. اي ما تم الاتفاق عليه لانه يقول لك مشي لي هذا القانون يلا مشي. هي العجبه هو عباره عن اتفاقات أي. سياسيه بينهم، تمشي لي مشي لك زين، مو همهم مصلحة الشعب ماكو حالات او المصلحة الوطنية زين، ماكو حالات انتزعوا بها الاعترافات من أكيد. بعض الناس غصبا عنهم وقالوا هذول ارهابيين، واحنا اليوم بالفعل نحتاج الى قانون عفو عام لكن مدروس. عندك بعض الانتماءات اللي اعتبروا من ضمن الانتماء الارهابي أي. اللي انتزعت اقوالهم تحت التعذيب، وهذا الشيء لازم يعني حتى لو انشمل بالعفو اللي ما عليه أدلة، مجرد مخبر سري اللي مثلا موجود بصورة أحد الإرهابيين هو صديق ما إلى أي موضوع، في يوم من الأيام كان صديق له هذا الشخص انتمى وعليه أدلة وعليه تصوير وعليه كافة الأدلة اللي تثبت هو منتمي للتنظيم الإرهابي وقيام بأعمال إرهابية، أما الشخص الثاني مجرد عن طريق المخبر السري تم اتهامه بأنه منتمي. قضية المخبر السري يمشون فقط بالمخبر السري لو اكو شهود غير المخبر السري؟ لا يمشون فقط بالمخبر السري. زين المخبر السري مو ممكن شايل ضغينة على احد الافراد اكيد ويورطه؟ اكيد وهواية انزجوا السجون مكتظة باعداد جدا عالية بسبب المخبر السري. اغرب الحالات اللي سمعتيها فيما يتعلق بالمخبر السري، ورط ناس؟ ورط ناس كثير. شنو اغرب حال؟ يعني احنا اكثر شيء يعني التنظيم كان بالغربيه اي بالجهات اللي مو جهاتنا الجنوبيه، لا كان بالغربيه. الاغرب الحالات بعضها كانت الزوجه حتى تخلص من زوجها كانت هي مخبر سري عليه. يا ربي ورطته هاي احد الاحداث وورطته ودخل وكان موضوع المخبر السري ماخوذ به ويتم الاعتراف يعني عن طريق الإكراه والتعذيب، وهذا أكيد يعترف. طيب. منو يتحمل موضوع التعذيب؟ والتعذيب اللي داخل السجون ما يوصف. أكو تعذيب بالفعل مهسة هي بالفعل. يعني خلينا نكون واقعين ستنا غنباعة الحقيقة بالفعل. أكو إرهابيين مجرمين اعتاد وقتل سجون وما بين يقول لك سجون لا معذبين. السجون أساسا المفروض تكون السجون للتأهيل أنه هذا الشخص ما يكون مجرم، لا سجوننا العراقية يأهل أن يكون مجرم بالأكثر. زين إذا هو دخل بجنحة وراح ينشمل بقانون العفو العام، زين ما هو عاشر السجناء الإرهابيين والمجرمين، هذا راح يقدر يندمج بالمجتمع بطريقة سليمة ستنا غين؟ لو راح يسبب لنا مشاكل. هو أكيد يسبب مشاكل. شلون نسوي له قانون؟ لأنه العفو. أساسا هو يعني صارت عنده فد مشكلة نفسية، خاصة المتهمين اللي دخلوا وانحكموا وأصبح مجرم بنظر القانون وتم اعتقاله على أساس جريمة هو أصلا ما مسويها بسبب المخبر السري، والبعض دخلوا للسجون بالانتماء الإرهابي عن طريق مستمسكاتهم اللي طلبوا بها شريحة، مثلا اشترى بها شريحة، لأن سابقا كانت الشريحة مجرد مستمسكاتك تقدر تشتري شريحة لأي شخص. من يتم التحقيق والمتابعة عن الاتصالات اللي صارت بها الجريمة أو التفجير الإرهابي أو غيره راح تطلع باسم هذا الشخص، ترى هذا الشخص يجيبوه غصبا عليه ويعترف ويتم يعترف بالتعذيب حتى لو ما نسوي الجريمة؟ يعترف بالتعذيب. ما يجي ببالكم التعذيب اللي تعرضوا له؟ شنو أبرز أنواع التعذيب؟ يعني على الخفيف نتحدث عليه. ماكو تعذيب على الخفيف. لا شنو؟ يعني ممكن زين شلون راح نميز بين الارهابي وبين المعذب وقال التعريفي؟ هنا اذا انشمل اللي منتمين للارهاب هنا ما نريد اعاده محاكمه. لا شنو؟ ولا يعني مجرد الموافقه انه انشمل ويطلع. اعاده التحقيق جدا مهمه. وين راح تجيبين اركان المحققين كلها واركان الجريمه؟ مو اركان المحققين، اركان الجريمه شلون راح تجمعيهم كليتهم؟ اذا هو اذا هو اذا هو اوراقه ما بيها ادله، مجرد ان تم انتزاع اقواله بالاكراه، وجود تقارير طبيه. زين عندش لجنه حقوق الانسان هوايه زارت السجون وكتبت تقارير لهوايه.
وهذا السؤال راح اتوجه به الاستاذ حازم، تتفق مع ست نغم انه التعديل الثاني ملغم، وتتفق انه معظم الاعترافات تؤخذ بالتعذيب وبالقوه؟ يعني هذا بالنسبه للموضوع ممكن انه عندها طلع شخصي او، بس انا بالنسبه لي انه اكو امور معينه يعني عاده نحكم على الاغلبيه وليس على الاقل. يعني احنا اليوم من نشوف انه المخبر السري وان كان هو احد الاسباب، لكن الكثير من الجرائم تتطابق الوقائع مع ما جاء بالمخبر السري، وبالنتيجه هو ليس المخبر السري نفسه تحكم المحكمه عليه فقط ولا ليس على الاعتراف، لا لانه اركان جريمه لا لا يعني وحده المخبر السري، هذا المخبر قانونيا السري ممكن المخبر السري لوحده غير كافي حتى من الناحيه القانونيه. اليوم انا كقاضي لا اقتنع بافاده مخبر سري ما لم تتوفر اركان اخرى، وهي انه اذا كان اعتراف فهو يعتبر سيد الادله، بعد هنا اثبات انه مساله انه التعرض للتعذيب، انه القاضي من حقه انه يحيل الى لجنه طبيه، ممكن انه اذا اكو محامي دفاعي يقدم طلب وبالنتيجه يثبت التعذيب تلغى الافاده. موضوع اخر انه اكو مدعين بالحق الشخصي، هؤلاء المدعين بالحق الشخصي اكيد هم ايضا اطراف الدعوه. اليوم هي الموضوع انه لا يقتصر على انه مخبر سري وكان هنالك الاف او عشرات الالاف، لانه ما حصل في الموصل اكيد اكو جنات. يعني احنا نتكلم اليوم الارهاب عندنا ما قبل 2014 كان بحدود معينه، لكن بعد 2014 اصبحت سبايكر 1700. عندي انا في سجن بادوش وهي جريمه بشعه جدا، كان هنالك 670 ضحيه من الشيعة فقط، هؤلاء من قتل. يعني اليوم من نجي المفروض مثل ما احنا ندور على حقوق الجلاد نتكلم عن حقوق الضحايا. يعني اليوم الضحايا ذول بالالاف، الايزيديات، التركمان، تلعفر، سنجار، يعني ارقام كبيره ومهوله، اعداد اعطينا عشرات الالاف عدا شهداء الحشد الشعبي وقوات المسلحه. اليوم احنا اليوم الكل المفروض انه نشوف انه اصلا نفرق ما بين انه اذا كان هنالك مظلوم فيكون انه هنالك ليس بالعفو العام. زين التعديل الثاني راح يشمل مجرمين عتاد، راح يطلعهم ارهابيين؟ لحد الان التعديل الثاني ترى لحد الان بشكل النهائي هو ما واضح. اليوم اللي قاعد يطرح بالاعلام وفي مواقع التواصل هذه انه كلها مقترحات من نواب ومن جهات مختلفه، لكن المقترحات اللي احنا سمعنا بها انه الارهابي اذا منكم مش بالجرم المشهود لكن كان لابس حزام لكن ما انفجر هذا الحزام، هذا يعتبر مو ارهابي؟ لا، هذه جريمه كامله، واحنا عندنا الشروع كالجريمه الكامله، وبالنتيجه هو اصبحت جريمه كامله يعاقب عليها القانون. اليوم احنا نفرض انه هذا لابس الحزام ممكن فخخ سياره قبلها، ممكن ارتكب فعل اخر، قتل اخرين، اللي وصل الى فكر انه يرتدي حزام هو بالنتيجه مجرم بالفطره واكيد ارتكب جرائم اخرى. اليوم هناك الكثير منهم هارب عن وجه العداله، اليوم اسماء كثيره مطلوبه للقضاء وهي خارج البلد وقسم اختيلت وضمن المقابر، فبالنتيجه احنا اليوم هذه الملف ليس يحصر بملف عفو عام. المفروض اذا اردنا نحقق عداله معينه المفروض انه نذهب الى الاكثر على انه تشكل لجان. شنو مانعنا حتى من حقق العداله؟ اليوم عندك سجون مكتظه، نعم. عندك ناس ابرياء، يعني احنا ما نقدر نعمم ما تفضلت به على الجميع. ست احنا كلمه ابرياء اليوم ما دام اكو قضاء وقضاء مستقل عن السلطتين التشريعيه والتنفيذيه، لا نقول احنا لا نستطيع ان نقول فلان بريء او مذنب الا القضاء. وعدنا بالاجراءات القانونيه لكن أكو اعاده لا لا اكو ممكن اعاده محاكمه او انه تصحيح او كذا، يعطون فسحه لمجلس القضاء باعاده التحقيق في فترات معينه وفي حالات معينه، واللي هي انا اختصرها حتى تكون واضحه عند المواطن وعند المشاهدين جميعا. اليوم احنا اكو ضباط انه تم الحكم عليهم باستخدام القوه والعنف في نزع الاعترافات، المفروض هؤلاء يتم إعادة النظر في كل الدعاوى اللي نظروها سابقا. يعني أنا ضابط ولزمت اليوم حكمت على أنه جريمة عنف وتعذيب أنه أثناء التحقيق، فبالنتيجة شكو دعوة هو ماسكها، المفروض أعيد محاكمة الجنات على اعتبار أنه والقضاء على العين. فبالنتيجة هذه المقترحات هي المفروض تكون في أنه القوانين الجديدة على أنه أي ضابط يثبت أنه ارتكب العنف في التحقيق وتم الحكم عليه من مجلس القضاء الأعلى يتم إعادة المحاكمة في الدعاوى اللي كان هو طرف فيها.
القضاء نزيه ولا أحد يشكك بالقضاء وعلى العين وعلى الرأس، لكن تقدر تنكر أنت كمختص في مجال حقوق الإنسان أكو ناس حتى الآن في السجون لم يبت بقضيتها حتى ما توجه لإتهام؟ هذا موضوع آخر، موضوع تأخير. اليوم احنا نقول أنه أعداد الموجودين وخاصة في جانب المخدرات والتي هي لا تقل خطورة عن جرائم الإرهاب وداعش، اليوم احنا عندنا فقط في سنة واحدة 14,000 حكم. عدد القضاة وعدد المحاكم اليوم لا يوازي عدد اللي حصل من جرائم منظمة أخرى غير الإرهاب. وضحت الفكرة، حتى أفهم منك باختصار وأرجع أستاذ نغم، يعني اليوم ماكو مظلومين بالسجون ممكن ينشملون بقانون العفو العام ويطلعون أبرياء؟ القانون العفو العام حتى تكونون بالصورة أيضا، قانون 2016 ونافذ لليوم، ويوميا قاعد تخرج ناس من عنده، يعني ترى اليوم هو مستمر التطبيق، مستمر يعني وأكو ناس يخرجون يوميا. يعني قبل فترة قريبة أنا قبل أحد الأشخاص انه هو بريء وما عنده كذا وشمل بالعفو، فمشيت بيه ومشيت، يعني اللجان مستمره. الدليل اللي قصدته اعاده التحقيق، اعاده الاطلاع على اوراق التحقيقيه للمتهم او المحكوم اللي موجود، اكو هواي حكمه ومن نظر مجرد المخبر السري تم الحكم عليهم، لانه كانت مخبر سري واحد. لا كان اكو مخبر سري ووحده وهواي حكمه، والسجون موجودة وتقدرون تزورون السجون تطلعون على هذا الكلام. أنا مدى أحكي هذا الكلام من 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 ذاتي أو من قناعتي، هذا الكلام موجود وهذا الكلام حقيقي، كثير تم الحكم عليهم وتم تجريمهم بسبب المخبر السري، كثير يعني أعداد ما تجي على بالي. لكنه أنا خوما أنادي بالشخص وافق على العفو العام، الشخص اللي ثبتت عليه الإدانة، ثبتت عليه كل الأدلة بقيامه بال يعني بالجرم الإرهابي، أكيد لا، أكيد أنا ضد هذا الموضوع. زين ست نغم، اليوم المواطن عنده تخوف، يقول لك خاف باتفاق سياسي ويرجعون الإرهابيين إلى الواجهة ونخسر شهداء ونخسر دماء مثل ما نخسرها دائما في سبيل حماية العراق. اليوم شلون نقدر نفرزن بين الإرهابي وبين المشمول أو يستحق العفو العام؟ أساساً الإرهاب ما مشمول، أساساً الإرهاب ما مشمول، والدليل أنه الجلسات كل ما دي يريدون يناقشون موضوع العفو العام يصير الاختلاف على هذا الموضوع. الموضوع موضوع اختلاف جهات سياسية، أكو جهة سياسية تريدهم يطلعون ست نغم والله، أكو جهة سياسية لا بالتأكيد أكو جهة سياسية تريدهم يطلعون، الجهة السياسية ليش تريدهم يطلعون؟ هاي الجهة السياسية لأن أولادهم وإحنا من نقدر نحكي؟ لا مو حتى نفهم ست نغم، لأن والله ست أجوبتك كلها مطاطية. الجهة السياسية تدعم الإرهابيين، هذول الإرهابيين أولادهم يعني مو يعني يقول لك إيه أولادهم أو فيدافعون عن ولدهم؟ أكيد يدافعون عن ولدهم. الطرف الآخر يعني ما يسمح لنا، ما يسمح، لأنه اللي صار بالحشد او مثل ما ذكر الاستاذ سبايكر، كلهم من مين؟ كلهم من جهه الشيعيه، صح لو انا غلطانه؟ صحيح، كلهم ولدنا نحكيها هيك. اي نحكيها اكيد احنا ما راح نقبل بهذا، ما نقبل بموضوع العفو العام للارهاب، بس البعض انزج بموضوع الارهاب بدون اي دليل، مجرد المخبر السري خبر عنه. اذا هذول الجماعة هذا الشخص اكيد اني اكيد اني مو ضده، إذا ممكن إعادة التحقيق بأوراقه وإثبات، إعادة التحقيق لازم يظهر دليل حتى يعيدون التحقيق من جديد، إذا ما ظهر دليل شلون راح يعيدون المحاكمة؟ مو إعادة المحاكمة، إعادة المحاكمة بالدليل، إعادة التحقيق هذه موافقة دليل. موافقة من خلال مو هو العفو راح يكون بشرط، الشرط يكون موافقة بإعادة النظر بالتحقيق للشخص اللي تم اتهامه او تم تجريمه او تم الحكم عليه. احنا ما نقول اعاده المحاكمه، اعاده محاكمه تنظر بها جهه محكمه الجنايات فقط. زين بصراحه لو رجعوا الارهابيين بقانون العفو العام ورجعوا للشارع العراقي ايش راح يصير؟ ايش راح يصير؟ راح نرجع للزمن القديم، الجثث اللي بالشوارع، الجثث اللي بالمزابل، الجثث اللي بالدريل وبالغيره وبالغير، وهاي السوالف التعذيب اللي صارت، الناس اللي ينأخذ من بيته ما يدرون اهله بي وين، ورا فتره يلقونه مقتول، نرجع لهذا الشيء، نرجع للتفجير، نرجع للسيارات المفخخه، كل هذا نرجع له. اذا استاذ حازم نحن يعني نتحفظ في السجون على قتلة وارهابيين بالخطوره اللي تصفها ست نغم؟ زين وين نعنهم؟ لماذا لا يعدمون؟ لماذا لا يعاد تأهيلهم؟
يعني هذول كوارث وقنابل موقوتة الآن في السجون، تتفق في هذه النقطة لو لا؟ احنا طالبنا كمر يعني أكثر من مرة اليوم انه احنا مثل ما دائما النادي بحقوق الضحايا، المفروض هو أقل إنصاف لهم انه شكوا واحد انحكم وثبتت عليه الجريمة ومر بكل المراحل. اليوم انه رئيس الجمهورية لا يصادق على كثير من الأحكام، لأنه احنا في القانون العراقي بعد أن تنتهي المحاكمة واكتساب الحكم الدرجة القطعية في الإعدامات يجب أن يكون هنالك مصادقة رئيس الجمهورية. فما لم يصادق رئيس الجمهورية فتبقى الأمور معلقة ويبقى السجين هذا منعم ومرفه في السجن إلى ما لا نهاية إلا إذا كان هنالك مصادقة. المصيبة أنه هذا رح يكون معلم، إذا واحد داخل بجنحة للسجن او قضيه كفصل. بسيطه نعم. وعاشر عتاد المجرمين وارهابيين وبلاوي زرقاء وبلاوي سوداء، ما هذا صار حاله حالهم، هذا شلون ممكن ازجه مباشره؟ لا وين مرحله الاصلاح والتاهيل؟ هنا لازم انه نقول اكو امور جيده، هم احنا اكو امور سوداويه واكو امور جيده يجب ذكرها. اليوم انه في سجن الناصريه حصرا الإرهابيين يكونون موجودين، يعني ليس في كل السجون، يعني لا يتواجدون في سجون بغداد وباقي المحافظات، تم عزلهم نهائيا في سجن خاص فيما يخص قضايا الإرهاب، فبالنتيجة هم لا يكون لهم اختلاط مع باقي المحكومين. هذا موضوع. موضوع آخر، اليوم الحكومة التفت، هو الجاني المفروض يكون قاتل أو لم تاجر بالمخدرات المفروض يكون قاتل؟ لا لا، أنا أتكلم عن الإرهاب. اليوم احنا سموضوعنا أنه العفو العام فقط فيما يخص الإرهاب. اليوم المشكلة التعديل الثاني أنه تعريف الإرهاب، والتعريف إذا كان مطاطي سيسمح، هو مو شرط يكون إرهابي حتى يعلم، ممكن يكون تاجر مخدرات ويعلم بقية. لا، المخدرات ما تجار المخدرات ما مشمولين بالعفو. اللي أقصد أنه واحد يفوت بجنحة بسيطة يقعد يم تاجر مخدرات أو قاتل فد 10-5، ماذا راح يتعلم منه يا أستاذ؟ احنا شعدنا اليوم على نقول مثال بسيط المخدرات. اليوم عندنا تجار وعندنا متعاطي. احنا صار لنا سنتين النادي ان يكون المتعاطي هو ضحيه وليس مجرم، لانه بسبب الظروف الاقتصاديه المجاعه البطاله بالنتيجه المتعاطي هو ليس مجرم. ليش؟ لانه هو دا يضر نفسه فقط ولا يضر الاخرين، لكن انه سلوكه ممكن ان يؤثر على المجتمع. فبالنتيجه اليوم الوزاره الداخليه افتتحت 15 مصحه اصلاحيه بعيده عن السجون، المتعاطي يكون موجود فيها لاغراض العلاج وليس السجن، ولا يكون له اختلاط مع التجار، فهذا شيء يحسب للحكومه خاصه خلال سنتين الاخيرتين. هاي الايجابيات، سولف لي عن السلبيات. السلبيات انه احنا اليوم عندنا مشكله بالسجون، السجون بيها 300% ضعف العدد اللي تريده، يعني اذا السجن اذا القاعه 100 بيها 300، فبالنتيجه اليوم اكون مفروض على الحكومه في نفس الوقت للعراق التسع، اليوم العراق اكثر من 43 مليون نسمه. السجون الموجودة عندنا هي ما قبل 20 أو أكثر من 20 سنة. كل الكلام بدها تتفضل فيه، بس حتى يعني أستثمر ويا حضرتك الوقت، اللي داخل بجنحة بسيطة وبقى ويا هذول 300 بالسجن، بقى ويا قتلة ويا متعاطين ويا بلاوي سودة، أقدر أرجع بالمجتمع بقانون العفو العام لو المفروض أأهله؟ هذا سؤالي. السؤال هذا وزارة الداخلية عندها نظام القاعات، فبالنتيجة الجنح المفروض يحتجزون في مواقف تختلف عن المحكومين عن الجنايات، على اعتبار مدة الحكم هي قصيرة، فبالنتيجة هذا مطبق. لكن هي حتى الجنح من تجي قاعة بها 100 تكون 200 و300 هي عرضة للأمراض وباقي الأمور، يعني هي ليس فقط اليوم احنا هذا إنسان فقد حريته نتيجة خطأ مخالفة جنحة، بالنتيجة انه هذا المفروض يكون هنالك توفير أماكن إصلاحية لا تؤدي به أن يكون ناقم على المجتمع، على اعتبار أنه ما تعرض له بالسجن من سوء خدمات وسوء تغذية يكون ممكن سلبي بعد خروجه من السجن. ستنغم بعض المطالبات بإعادة الإرهابيين إلى الشارع تحمل نفس طائفي؟ أكيد. وين يردون يوصلون العراق؟ الأسوأ الأحوال. حتى يظل الشعب ملتهي بهذه الأمور، حتى نرجع للي حاولنا انه نصحح منه، احنا خلصنا من بعض الامور، لا راح ترجع حتى الناس تظل ملتهيه. واساسا قانون العفو هو هذا كل اللي دا يصير، اللي هو كل فتره وكل مرحله انتقاليه من خلال السياسيين يطبون بهذا المعترك مال موضوع العفو العفو العفو، وعبارة عن وعود. الشعب بدأ يضج بسبب هذه الوعود، انه دا توعدونا وماكو تنفيذ، دا توعدونا وماكو تنفيذ. بالنسبة للعفو اللي هسه دا يصير، تجار المخدرات ما مشمولين،
القتلة اللي ما عندهم تنازل ما مشمولين، لكنه بعض النواب اللي يريده انه يقلل من اعداد المسجونين او المجرمين او المتهمين او الموقوفين اللي داخل السجون من خلال انه العفو انه يطلعون قسم من عندهم، لان هذا الشيء راح يكلف الدولة. عندك كل شخص كل فرد يكلف الدولة 35,000 هذا يوميا. لا لا لا، هذا المتحدث باسم وزارة العدل قال يكلف من 8 الى 12,000 باليوم. هذا كلام، هذا التصريح الرسمي، لكنه الوقائع تقول 35,000. 35 حتى الإرهابيين الحكومة تنطي فرق السعر وين مو يقول لك احنا السجن هو يعني للإصلاح. اي ادري فرق السعر وين يروح 12 و5 ما نعرف وين يروح. هوايه اموال ما نعرف وين تروح. ما نعرف، لو نعرف بس ما نقدر نحكي لان تفرق ستنا. لا ما نعرف، لان انا ما عندي فد شيء او دليل ثابت عرفت من خلاله وين تروح هذه الاموال حتى اتكلم به. أنا أشكر جزيل الشكر أستاذ نغم العبودي المحامية، شكرا جزيلا على كل ما تفضلتي به. وأستاذ حازم الرديني راح تبقى ويانا على الملف الثاني بإذن الله. ختام ملفنا الأول بأبرز ما جاء في منصة إكس حول قانون العفو العام، لنتابع. ملفنا الثاني راح يكون عن الذكرى السنوية العاشرة للإبادة الجماعية بحق الأيزيديين، وراح نفتح وياكم بتقرير الزميل شيبان سامي، لنتابع. العراق يقف دقيقة صمت على أرواح الشهداء وضحايا الإبادة الجماعية للأيزيديين في الذكرى العاشرة للإبادة التي مارس تنظيم داعش الإرهابية أبشع الجرائم الإنسانية بحق المكون الأيزيدي من خطف وقتل وتهجير خلال اجتياحه قضاء سنجار وأجزاء أخرى من الشمال عام 2014. هذه الفئة عانت ما عانت من ويلات عصابات داعش الإجرامية، بالنتيجة اليوم هناك كان اعتراف دولي وإقليمي ووطني واضح بالإبادة الجماعية لهذه الفئة، بالتالي هي تستحق اليوم وقفة إجلال وإكرام تخليدا لهذه التضحيات. بعد 10 سنوات من التحرير لا يزال الأيزيديون يبحثون عن ذويهم المختطفين والمفقودين التي يقدر عددهم إلى 2700 شخص، فضلا عن الآلاف في مخيمات للنازحين يعيشون في ظروف غير مستقرة. هذه الفئة دائما مظلومة ومسلوبة الحقوق، حيث أن إقليم كردستان يرفض عودتهم، بالإضافة إلى ذلك النساء المختطفات اللي لحد الآن موجودات عند التنظيم، ماكو تحركات حقيقية وجهود من قبل الحكومة العراقية حتى أنه تحررهم وترجعهم إلى بيوتهم وأراضيهم، بالإضافة ذلك هم يعني بالوقت الحالي الأغلبية خارج العراق والبعض الآخر بالمحافظات الأخرى بعيدا عن بيوتهم وعن منازلهم وعن حياتهم الطبيعية.
إجراءات حكومية ترعى المكون الأيزيدي من خلال تأهيل مناطق هامة عبر إقامة مشاريع خدمية واقتصادية ضمن البرنامج الحكومي، بما يسهل إعادة العوائل النازحة إلى مناطق سكنهم، فضلا عن مواصلة تنفيذ قانون الناجيات من الأيزيديات وتمليك الأراضي السكنية لهم. كل الدعم الذي تقدمه الحكومة العراقية هو قليل بحق هذه الطائفة التي ضحت كثيرا من أجل العراق والعراقيين، والتي رفضت أيضا ترك العراق والهجرة لأنها ذات موقف عراقي صلب. لذلك كل التوقعات بأن الحكومة العراقية ستوفر الدعم اللازم لهذه الشريحة. يستذكر العراقيون بألم الذكرى 10 للإبادة الجماعية التي اهتزت لها الضمائر الإنسانية لجريمة لم تفرق بين رجل وامرأة ارتكبها تنظيم داعش الإرهابي بحق الأيزيديين. من بغداد شيبان سامي، الأيام الفضائية. محور حديثنا في ملفنا الثاني راح يكون مع نائب رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان الأستاذ حازم الرديني، حياك الله من جديد أستاذ. وأيضا ينضم إلينا عبر سكايب من الموصل الناشط الأيزيدي نصر حاجي، حياك الله أستاذ نصر. أهلا وسهلا، شكرا، حياك الله. أهلا وسهلا، أبدأ معك أستاذ حازم. في ذكرى إبادة الأيزيديين، هل أنصفنا الأيزيديين؟ هل حاسبنا الجناد والقتلة وما رأيناه على كل الشاشات ومواقع التواصل الاجتماعي آنذاك؟ بداية نعزي أهالي الضحايا طبعا، اللي هي جريمة من أبشع الجرائم اللي شهدتها الإنسانية في القرن 21، بالإضافة إلى جريمة سبايكر وسجن بادوش والأخوة في تل عفر وفي كل المناطق اللي كانت موجودة تحت سيطرة الدولة اللا إسلامية، التي كانت أنها تركت ذكريات مؤلمة ستكون لعدة عقود مقبلة لا تنسى. بالنسبة لإنصاف الأيزيديين أو باقي المكونات، بالتأكيد أنه كان هنالك إنصاف جيد، أنه من خلال إصدار قانون رقم 8 لسنة 2021 اللي سمي باسم قانون ناجيات اليزيديات. هذا القانون أعطى الكثير من الحقوق، وهو قانون جيد جدا، لكن يحتاج إلى فترة أكبر لتطبيقه، على اعتبار أنه أجى بتشكيل مديرية عامة ترعى شؤون الناجيات الأيزيديات وكذلك باقي المكونات من الأخوة التركمان والشبك. هذا القانون يقدم تعويضات مادية ومعنوية، يقدم أنه يكون هنالك إعادة تأهيل، وكذلك أنه دمج الذين تعرضوا لهذه الجريمة البشعة بالمجتمع، بالإضافة إلى أن يكون هنالك توفير الحياة الكريمة لهم. هذه أنشئت عبر مديرية شكلت في تابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، يكون مقرها في نينوى ولها حق فتح فروع. وبالنتيجة اليوم احنا خلينا جهد أنه مختص ومديرية عامة. هذه المديرية أيضا من مهامها إحصاء أعداد الذين تعرضوا لجرائم داعش وتوثيقها، لكن هناك بعض الناس ممكن أنه ما يخبرون، يعني تعرفين أنه هذه الجريمة بشعة، وإحنا في مجتمع ممكن أنه الكثير أنه لا يريد الإعلان عن ما تعرض له من مآسي، والآخر هاجر إلى خارج العراق. بالنتيجة الحكومة العراقية بتشكيل هذه المديرية وتشريع القانون رقم 8 لسنة 2021، أتوقع أنه يحتاج وقت أطول لتنفيذ المهام والأهداف اللي شكل من أجلها. أستاذ نصر، بعد عقد من الزمن على هذه الإبادة الجماعية المؤلمة، شلون تصف واقع الأيزيديين حاليا؟ هل أنصفوا يعني آلاف المغيبين، آلاف الضحايا؟ هل تعرفون أعدادهم على وجه الدقة لو لا حضرتك؟ طبعا شكرا جزيلا لحضرتك وحضرة الأستاذ حازم وقناة الأيام على إتاحة هذه الفرصة. أهلا حقيقة وسهلا. الذكرى العاشرة نحيي روح الشهيد المطل ماجد التميمي اللي استشهد على جبل سنجار في مثل هذه الأيام أثناء إنقاذ أو محاولة إنقاذ عدد من اليزيديين الذين اضطروا إلى جبل سنجار. الأعداد المتوفرة جوا أيدينا بالبيانات والأرقام، أكثر من 6000 مختطفة ومقتطفة لحد اليوم، أكثر من 2700 مختطفة لا أثر لهم، الكثير من المقابر الجماعية منتشرة ما يقارب 94 مقبرة جماعية. ناهيك عن المقابر الجماعية الفردية، ما زال المخيمات النازحين في يقين كردستان باقيين يزيدون في المخيمات لحد اليوم على الرغم من عودة الكثير من العراقيين إلى ديارهم. حقيقة وضع اليزيديين هو وضع مأساوي بدرجة الأساس،
وخاصه انه سنجار ما زالت اليوم تحكمها اجندات مختلفه سياسيه وعسكريه وامنيه. وحتى الوضع سنجار اليوم يمكن نوصفه بانه وضع اكثر من هو ماساوي، لان اعتقد الحكومه العراقيه غير مسيطره على الوضع هناك، وهناك قوات اقليميه ودوليه واجندات سياسيه تلعب في سنجار. وما نشاهده بين حين والاخر من القصف التركي على المواطنين الابرياء وعلى مقرات بعض الاحزاب والى اخره. فحقيقه هذا كلها يعني بشكل بسيط جدا ممكن ان نصف واقع الجديد. نعم. الحكومه استاذ نصر ما انصفتكم بقانون بفد عمل بتعويضات، يعني حضرتك ذكرت اكثر من 6000 مغيب واكثر من 700 مختطفه حتى الان. زين هذول ما معروف مصيرهم؟ ما تواصلتم كناشطين مع الحكومه العراقيه للمطالبه بمعرفه مصير المجهولين؟ نعم، احنا اليوم الذكرى العاشره وما زلنا نطالب يوميا وفي كل مناسبه وفي كل حدث وفي كل لقاء. يعني لم يبقى شخص في داخل العراق وخارج العراق اذا احنا ما طرقنا ابوابه وعرضنا قضيتنا عليهم. اليوم حقيقه الحكومه العراقيه مثل ما تفضل جناب الاستاذ حازم على قانون الناجيات، هذا قانون يعني هو جدا بسيط ولا يفي بالغرض ولا يوجه طموحات المجتمع اليزيدي. المجتمع اليزيدي ليس فقط هو مساله قانون نريد تطبيق القانون بشكل فعلي على ارض الواقع. اليوم القانون هو مجرد اوراق ونصوص مجرده ليس لها اي قيمه ولم تفعل على ارض الواقع. حقيقه تواصلنا مع كل الجهات. يعني استاذ نصر ما اخذت تعويضات؟ نعم، حتى افهم ما اخذت اي تعويضات؟ هي جدا بسيطه. نعم، يعني حتى العائدين الى ديارهم ما زال انا واحد من الناس اللي لحد اليوم عدت الى داري منذ عام 2017 لحد الان لم استلم تعويض. انا واحد من الناس يعني، وهناك الالاف وربما المئات من الالاف لم يستلم اي تعويض. ما اعلن عنه في الاعلام هو شيء وفي الواقع شيء اخر. وحتى الذين يرادعون دوائر الدوله سواء كانت حجر مؤجرين او باقي دوائر التعويضات تجدون معامله طويله عريضه بحاجه الى اجراءات روتينيه والى اجراءات ممله بحيث انه ينفر الانسان من مراجعه هذه الدوائر. طيب استاذ نصر، بالاضافه انه الواقع الجديد هو ليس فقط تعويضات، لكن من المهم جدا عوده الخدمات، عوده الامن والاستقرار وعوده الثقه اللي فقدها المواطن الجديد بعد ان طرحت الفكره. استاذ نصر هذه جدا مهمه. استاذ حازم، اذا لا ثقه ولا تعويضات كافيه ومعاملات روتينيه واكثر من 6000 مفقود ومغيب و600 مخطوفه حتى الان، اذا شلون انصفنا احنا الايزيديين؟ احنا ما نقول انصفناهم 100%. اليوم اكو اكيد الكثير من المشاكل، تعرفون اكو كانت فترات انه اكو ضائقه ماليه، اكو تفاصيل معينه تخص الحكومه، لكن احنا اليوم بالذكرى العاشره نقول انه تاخرت الحكومه كثيرا في انهاء هذا الملف وانصافهم. اليوم من ضمن المغيبين ال 700، هل تعلمون انه عدد المقابر التي تخص فقط المكون الايزيدي في الموصل 94 مقبره، اللي تم فتحها لغاية اليوم هي 61، يعني بمعنى هنالك 33 مقبرة لم تفتح. 10 سنين مو كافية حتى نفتح المقابر ونرجع لأهلهم خبر. نطالب من خلال أنه برنامجكم اليوم أنه المفروض يكون جهد حكومي لفتح كل المقابر، لأن أكيد ال 700 اللي مغيبين لليوم هم يعني نتوقع أنه بعد مرور 10 سنوات يكونون ضمن الضحايا في هذه المقابر 31 اللي لم تفتح لليوم. بالنتيجة الحكومة المفروض تعزز الجهد، لأنه هذا الملف تديره دائرة صغيرة تسمى دائرة المقابر الجماعية الموجودة في الشهداء، مؤسسة الشهداء. هذه الدائرة يعني حتى عدد أفرادها لا تستطيع أن تفتح هذه المقابر بوقت قصير. فبالنتيجة المفروض يعني أكو جهد حكومي أكبر. إنسانية 100%. نعم. اليوم أنت عندك ناس تنتظر، ناس شافت العذاب وشافت القهر وشافت ألم الفقد. مو واجب على الحكومة بعد 10 سنوات أنه على القليل ترجع لهم خبر؟ هسه لا يردون تعويضات ولا يردون، بس يردون يعرفون مصير أحبائهم. لما 10 سنوات وحضرتك تقول كم موظف في دائرة مؤسسة إدارة لا تستطيع أنه تدير هذا الملف مؤسسة الشهداء. زين يعني هسه المفروض شنو اللي أقوله؟ يعني هذا مو تقصير واضح من الحكومة؟ نحن نستطيع أن نقول أنه أكو مشكلة أخرى، هي ليس فتح المقابر فقط. لا شنو؟ اليوم أنه فحص الدي إن إي عندنا به مشكلة، لأنه دائرة الطب العدلي ليس لديها مختبرات بأعداد كافية لأن تكون هذه الجثث. هذه رسالة للأيزيديين أيسو؟
مو ايسو بس تحتاج وقت. اذا الحكومه استمرت على نفس النهج هذا سيكون أستاذ. انا اتكلم بالواقع اليوم الحكومه هذه مهمتها انه اذا ارادت ان تسرع يجب تشكيل فرق طبيه وفرق فتح مقابر اخرى تكون من جهات ممكن تكون من جهات انه عسكريه وتدرب. اليوم احنا نستطيع اليوم استاذ حازم الحلول هوايه احنا جاي نطرحها مقصرة لان احنا مو اصحاب قرار اليوم احنا نطرح الحلول من وجهه نظري في مجال حقوق الانسان نشوف الحكومه مقصره لو لا من اكيد اكو تقصير. ليش؟ لانه احنا اليوم الجهد اللي موجود عند الحشد الشعبي اليوم مو قتالي. احنا عندنا فوق الالف 100,000 منتسب في الحشد وهؤلاء ابطال ليسوا في الحرب فقط وانما في السلم. اليوم ممكن انه ادرب عدد معين من هؤلاء على كيفية التعامل مع هذه المقابر واستخراجها ولكن في نفس الوقت جلب فرق طبية لفحص الدي ان اي حتى نستطيع انه ان هذا الملف خلال فترة لا تتجاوز سنة ولا اذا بقى على هذا الجهد الحالي اتوقع انه مو اقل من 5 سنوات ما يغلق. استاذ نصر بصراحة هنالك صحف امريكية تحدثت عن تواطؤ السيد مسعود بارزاني في ابادة الايزيديين كان اتهام من صحف امريكية بصريح العبارة. أنت كناشط هل تابعت هذا الموضوع؟ هل لهذا الموضوع صحة؟ لو هذا كلام صحف مو أكثر؟ أكيد هي كلام صحف ولا يمكن أخذ عليه لأن حتى الصحف الأمريكية هي تميل لجهات على حساب جهات أخرى. حقيقة نحن نتكلم عن المعاناة، نتكلم عن ما بقى لليزيديين منذ 10 سنوات في المخيمات. لو ردنا أن نحاسب علينا أن نحاسب كل الجهات الأمنية، كل الجهات السياسية اللي كانت في نينوى وكانت يعني بيسلم اثنين على طبق من ذهب وكانت فرق عسكريه كانت متجذبه بالسلاح والى اخره من التفاصيل. حقيقه هذه كلها بحاجه الى البحث قبل ان نلقي التهم وجزافا على هذا وذاك. حقيقه هذا ليس مبررا حتى تعجز الحكومه او تعجز حتى الجهات الدوليه عن مساعده اليزيديين ومحاوله البحث عنهم وفتح مقابرهم وانهاء معاناتهم وانهاء الصراع الدولي والدولي في سنجار من اجل عوده النازحين مره اخرى الى مناطقهم. حقيقه هذه التهم نسمعها من عدة جهات سواء كانت سياسية أو كانت إعلامية أو كانت ما شابه ذلك. زين أستاذ نصر، أستاذ نصر أنت كناشط في المجال السياسي، أنت كناشط في المجال السياسي وأنت من المكون الأيزيد الكريم، أنت ما شوفك جهات سياسية واطأت عليكم خاصة قبل 10 سنوات؟ خلنا نحكيها طق بطق أستاذ نصر. هو 100% إحنا من سلم الموصل إلى داعش؟ منو ترك العتاد والأسلحة بيد داعش؟ هو داعش أشكال تلك من أسلحة اللي هو الجيش العراقي يترك ترسانات من الأسلحة. ثلاث فرق عسكرية تركت أسلحتها وذهبت في ليلة وضحاها. فأكيد عندما امتلك داعش هذا السلاح استطاع أن يهجم ويزيد من هجماته. داعش بقى ينتظر شهرين من الشهر السادس إلى الشهر الثامن إلى أن عد العدة والهجوم على اليزيديين. فأكيد كل الجهات هي متورطة وأنا قلت في كلامي أن اليزيديون ليس لهم ثقة ولم يكن لا يستطيع أن يعود بدون وجود هذه الثقة. شكرا جزيلا الأستاذ نصر حاجي الناشط الأيزيدي كنت معي من سكايب عبر سكايب من الموصل. شكرا جزيلا لكل ما تفضلت به. أيضا الأستاذ حازم الروديني نائب رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان حياك الله. شكرا جزيلا لك على كل ما تفضلت به من هذه الإيضاحات. الآن ننتقل بكم إلى الموجز الخبري. العراقيون يقفون دقيقة صمت في بغداد والمحافظات تخليدا لشهداء العراق وضحايا الإبادة الجماعية. السوداني يعلن إطلاق خطة التنمية الوطنية الخمسية من 2024 ولغاية 2028. وزير الصحة يعلن تسجيل 380 ألفا بالضمان الصحي من الرعاية الاجتماعية في بغداد. وزير العمل يعلن عن إطلاق منظومة الضمان الرقمية الخاصة بالتقاعد الاختياري. وزير الكهرباء يعلن استثناء محافظات كربلاء المقدسة والنجف الأشرف وبابل من القطع المبرمج خلال الزيارة الأربعينية. الحصاد انتهى، شكرا على كرم المتابعة، إلى اللقاء.